السلام عليكم. بلا حدود وجميع الأنصار، واش راح نقول لكم حاجة اللي كنت مع مارينيو مع الوالي أو سيدي الوالي ومع سوناطراك سوميك كاين البور المير دي جي اس، يعني جاو نص من سوناطراك جاو وحضروا وكاين خير ان شاء الله الخير للبلاد. الاجهزة مش ليا مش الشباب اللي داروا كتر خير من اللي داروا الشيء اللي عليهم، وحنا الباقي درك نديرو حنا سما حنا موجهين بالفريق هذا لا باش ما نخليوهش يروح كما يقولوا الناس بكري ما يروحش هكي برك. تعبنا عليه 33 سنه وجابوه بفضل رجال لي جوال، وشكرهم سيدي الوالي على هذا الواحد. وداير ان شاء الله راح نديروا على القريبة نديروا حفلة تاع لي جوال ان شاء الله مع الوالي غادي يعرضهم ممكن بارك الله فيهم. هذه الكلمة يعني واحد ما عرضهم دي فاسون وهضر على حوايج مليح نحوايج مليح ونصلحوا لهم الوضعية. هو قلق قديه يسالوا لي جوال هضر لي بالانغاز ملي يسالوا لي جوال حنا درك نعيطوا لهم غدوه نبداو نعيطوا لهم الشيء اللي نقدروا نعاونوهم الكل لي جوال هادو ال 23 نعيطوا لهم. ومن بعد هذيك في يد المدرب اللي يروح واللي ما يروحش نعيط لهم انا كمسؤول الاول تاع الفريق تاع جي اس ام اس نعرف نجيبهم ولا نتحاور معاهم باش نمد لهم دراهمهم ونشوف قداه يخرجوا دراهمهم كاملين كما قال لي سيدي الوالي واعطيني قداه صوارد كاملين تاعهم باش تقدر نقدروا نهار 2/3 نحلوا المشكل هذا اقرب وقت. هذه النقطة الأولى اللي رايحين ليها. تحاورنا كما المدير تاع الميناء كما تاع الصوميت كما الدي جي اس كما المير كما كذا تحاورنا على حوايج ملاه يعني حوايج ملاه. درك وين انايا شوية تخفت روحي يعني الوالي قاشيك بولادها باش نهزوها وانتوما دي سبورتير انا نهضر لكم. كاين اللي يحب الحاجة هذيك كيما يقول لك ديريكت يحب يقول ليه ليه ما تجيش الحاجة بليه ليه ما تجيش الحاجة بليه ليه. الشركة بربي إن شاء الله نجيبوها بصح حنا واش قالي الأمور نحسنوها ونبداو بالفريق ونروحو نونطرينيو ونديرو والشركة بربي إن شاء الله تجي ما تجيش بالسرعة هكا بربي إن شاء الله نقفو على الشركة من بعد. حنا نصلحوا الوضعية باش ما يروح واحد ما يشكي لينا ونصلحوا الوضعية تاع العام اللي عند السبعة هادو إن شاء الله نجيبهم قد يجيبهم وصلح معاهم الوضعية. لازم واحد ما يسالنا هذا الوالي اللي راهو يهضر هكا بربي إن شاء الله واحد ما يسالنا وبربي إن شاء الله بربي 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 نبداو أقرب وقت. راني كي نخلص لي جوال هادو وندير وكذا أني راني حنا والمدرب ما كاينش اللي ندخل هذه باش واحد ما يديها في باله واحد ما يجي الا المدرب يقول لي فلان ونسقسي عليه ونعقبوه ميديكال يعدي لازم يعدي جوار اي واحد يجي يعدي من اللي جوار جدد ان شاء الله نعقبوهم الكل في زيت ميديكال كامل. هذه اولا نديروها لازم نديروها خطر بروفيسيونيل هذا ما ندريوش حنا نشريو جوال نلقاوه شهر لعب 10 شهور ما يلعبش ويخلص في 12 شهر. اما حنايا نعقبوه هكا نخسروا لي بغا زوج ملايين في الديربي خير من نخسر قريب 400 ولا 500 ولا 600 مليون في الجوال. هذه واحدة هذه نقطة. والنقطة الثانية رايح الكل حنا طلعنا دوك واش نستناو باش نقولوا بيطاري ولا ما بيطاريش ولا كذا. اخويا حنايا درك طلعنا حنا نطلعوا في السيكل هذا انا والله ما حاب نحكمها
انا الله غالب يعني باش ما نودروش اللي فيه، باش ما نودروش اللي جوار محصلين فيا كلش، باش ما نضرهمش برك. يسمى هذه الحاجة هذينا اي ليك مليحة، اللي يحب جيس الناس مش بالعلف، اللي يحب جيس الناس باش بالهضرة والكلام. قاشي الناس انتم ولادها بلا احترام، تهضر في فلان ولا نهضر في فلان ولا حنا قلنا درك العامة هنا نهزو بعضنا الكل ونحطو حاجة اللي تفيد البلاد، حاجة اللي تمام. كي طلعت حنا نبداو نبربشو فيها. مرحبا بك، خليونا من المشاكل هذي. اي انا نجيو، انا قلت لك والله وكلب يقول لي سامح، نروح نسامحو، انا بديت نسامحو. يا جماعة حنا وفريق واحد ومع الناس 19 منهم، او راح ننافسو الناس اللي راهم كبار علينا. كون نقعدو قالوا ما قالش هذي والله يضحكو علينا. تروز اكسيسيون يضحكو علينا، كي نقول انا تروز اكسيسيون يضحكو عليك من البرانية. شوف في بعضنا والله غير عين، هم يشوفوا فينا ويهضروا لي واش درتينا. انا ما درتش غير الخير في الجي اس ام اس. روح العام اللي عدى 17 يوم عطاوها لي، روح مشي هاندا الحمد لله اللي منعنا. كثر خير الرجال، كثر خير سوامي، كثر خير عماد، كثر خير من الوالي اللي عندك، كثر خير الناس اللي عاونوا اللي ساهموا. الحمد لله اللي منعنا ودرنا يدي باش طلعنا. كي طلعنا ولينا ما مليحش، لي جوار بدينا نخيرو، واحد ما يخير لي برا. انا ما عنديش هذه المشكل هذا، لا عندي لونطر هنا، لا عنده هو عنده لي سقسي، عنده كلش. ومن بعد كي يجيبوه نعجبوه سيرفيس ميديكال لازم يعدي. وهذا هي نقولك يا جماعة، وحنا يا درك البيجي هذا قال قداه الوالي يحطه لقداه اللي جوار، شوف كيفاه نساعدوهم، كيفاه نديرولهم بربي ان شاء الله. نعيطو لهم واحد بواحد، والسمانة الجاية نديرولهم ريسبسيون مع الوالي مع جماعة لي زوتوريتي كل، نعرضوهم بارك الله فيهم اللي داروا المجهود تاعهم، ونشكروهم دايما نشكرهم. ونشكر الانصار علاه، نشكر الانصار الاوفية علاه. انا ما حضرت والو، الجيتار يوري روحك لا انا مخبي وين على بالك واش قاعد ندير، لازم نجي نحط لك الكونترون ديالي. يعني نحط الكونترون ديالي بيني اليوم وين نحطو، والله على بالي هاداك الوراق الكل درته على الناس سينياتير. غدوة نهار السبت نجي نهار الحد نروح لجزائر طالع حاضر، على اجل ماه، على اجل رسخي، على اجل جي اس ام اس كيما نتوما. هاني في الدم وعليه من المشكل هنا، انا ما عندي مشكل معاكم. والحمد لله كي تجي شركة نسلم المفاتيح، والله غير نسلمهم. انا عييت فور بصح ندير الواجب تاعي، ما نخليهاش كيما قالوا الناس طلعتيها بالسلوك ولا واش هي السلوك تاعو. والله ضحكني هذيك اللي هضرها، ما سمعتو يعني حاجة ماهيش. نقول له بارك الله فيك، معليش كي طلع بالسلوك وكدا، وبارك الله فيك وطلعت الحمد لله جي صرنا كيف النصر المرئين. وان شاء الله نتمنى لها من الثلاثة الأولين ان شاء الله، وبربي ان شاء الله وتشوفوها بعينكم وتشوفوها، والله ما نتمسخر بكم وتشوفوها بالعين العجيبه. خطر عليها اللي يعطيها ربي على قلبه ما يعطيهش على لعبه برك. اللي يهضر انا ما نجيش نهضر معكم وعندي يدي وفارغ، هذي سبورتير تقولوا لي روح معانا وروح معانا، ما نجيش معاكم. نجي معاكم نروح نخدم لكم كي تجاكم، كي تدخلوا السطاد تفرحوا، انا ماذا بيا تفرحوا. انا كي نجي نهضر كل نهار في تلفزيون كل نهار هكا، انا واش من فايده هذي؟ ما عندها حتى فايده، عندها فايده نخدم. الراجل يخدم يوري خدمته. مش قايل انا نشعر في التلفزيون، وقت انا ما خاطيني التلفزيون تسمحوني الفيسبوك هذا هاك عطيته لكم باسكو الفريق هذا داروا درناه للجي اس ام اس فان باج، هو اللي عنده المسؤول الاول على جي اس ام اس. انا نعطيه له ليه تسمعوني اخوتي، تخليوها في يدي بربي ان شاء الله، وفي يد الوالي والسلطات وماما لابوي جاه در مام المير مام دي جي اس مام كل لي زوتوريتي وقفوا عليها اليوم
راني ما نقول لكم اشتفاء بربي ان شاء الله. احنا على القريب نولي النقطه تاع الصطاد، رايحين الصطاد، رايحين الصطاد. كلف الوالي دي جي اس. انا هضرت على انا حاجه الاولى اللي نهضر على التيران. انا هضرت على التيران كاين فيها شغل كبير، سما فيها التعطلات بزاف، يعني واحد يعني ما نقدرش نفهم معنى كيفاه الخدمه تاعهم، الكايت شارج ومشاكل وكذا. انا ماذا بيا قلت لهم التيران نحي قلع وجيب. انا قصدني هكا في عقليتي، هكا قلع وجيب، هذيك هي قلع الطيره وجيب الطيره وحط الطيره يا اخي طارق. انا حسبت هكا وهم عندهم كايت شارج لوفر جبنان هادي هادي هادي. كي سمعتهم يهضروا خديتها بعين الاعتبار. انا ماذا بيا قلت لهم اقرب وقت ان شاء الله حطوها في الوالي، حطها من الواحد نهضر مع المير. قالوا اقرب وقت. ودرك البي جي اس وانا كلفنا في السطار يسمى الشغل هذا. قالوا غدوه يبدا، غدوه يبدا السطار. عطانا تعليمات للمير قالوا غدوه تبدا فين، ما تقوليني باش تخليني غدوه. هاني نهضر لك واش هضر واش هضرنا. صراحه راحه راك تحبوا الصراحه، هاي الصراحه. قالوا غدوه يبدا السطار. انا ودي جي اس نهبطوا نلقى حاجه ماهيش ننطق عصطاد ننطق، باسكو غدوة لا كوميسيون حنا اللي تحاسبنا. يقول لك ما تلعبش هنا غدوة نتحاسبوا عليها الكل. من ماذا بيا انا قاعد نسرع زادا في السطار، وبربي ان شاء الله بربي ان شاء الله كيما تفاهمنا مع المير ومع الكل، بربي ان شاء الله اقرب وقت نقدو السطار الاول والبروجيكتور ان شاء الله. قالوا نلعبوا في الليل، هادي منطقها الوالي سيدي الوالي، نلعبو في الليل. هدرها عماد تاع البور كدا، حنا واجدين هاد الشي باش نلعبو في الليل. حنا نهضرو على التيرا باش نعاودوها برك. فيسيا هادي هضرنا كامل، هادي نقدرو في 20 يوم في 30 يوم بربي ان شاء الله نفريو القضية هادي. وان شاء الله التيرا تزيد تعاود سيزيام جينيراسيون بربي ان شاء الله نعاودوها. ونطلب انايا من شوف احنا نهضرو كامل، احنا كي نهضر باسم الانصار كاملين من قل من عزوز بن عزوز الكل شبيب الانصار الكل. نهار جاو شوف من يحبوها الكل ويحضروا عليها بالخير. بالاخر من بن عزوز الى القل هذي تاعهم وتولهوا بها. احنا نقيلوا القال هذاك ما يفيدش، احنا مسكين كذا بعدا كثرنا على بعضنا. ماذا بينا الحمد لله. ولي كومونتير هذي ان شاء الله ربي يعاوننا خير. وفي حوايج كبار بصح انا ما نهضرش، انا والله ما نهضر. خوتي ولادي انتم ولادي وخوتي وكاين الكبار بارك الله فيهم اللي يدعوا في الخير واللي يدعوا في الخير. ان شاء الله الشبيبه هذي الانصار هذولا نتحدوا الكل مع بعضنا. وان شاء الله ان شاء الله الفريق هذا اليوم شوف انا هضرت لكم وشو على الهضره تاعي كيما دا كاتريام بروجيم بلاص ما نلعبوهاش بربي نلعبوها ونخليها لكم. اللي يجي الشركات نعطيوها كيما هضرت لكم. انا ما نمدش اليد حتى واحد، انا الشركه نمدها للشركه وربي سهل. اللي تحطوا الشركه هي مسؤوله عليها الاولى. هذه وحده خلينا هذه الحمد لله رب العالمين. بقات الاخرى، الاخرى واش هي؟ نجمه الانصار راني نهضر عليها. كاين ناس من 2009 ما بانوش، انا شفتهم في الفيسبوك من 2009 ما شفناهمش الحمد لله يا ربي. شفتهم وشبعت فرحه كي شفتهم. الحمد لله كي ولاو بصح كي ولاو لازم يحبوا شبيبنا، ما يبداش يقول نحي فلان وندير فلان وندير الانصار ونعصر الانصار وندير هذه. لا هذه تبعتنا حنا شركه تبعت هذه من زدت شيء للغم. عندنا الورقه الدالين عندنا
ملي حنا نقدروا نديروا الشركه، واحد ما يقدر يدير نجم الانصار نديرها بحرمه وتكون يكونوا ولاد كل من كارتي لكارتي نديرها من واحد لواحد باش واحد ما ينرى الكل نجيبو هكا وندير لهم لاغريمون ونطلعها الاضرار. اي هكا تتمشى، ما كاينش واحد يخيروا بعضاهم ويلهبوا على بعضاهم ويديروا فيلم مع بعضاهم، ما كاينش. هذه من قانونيا من قانون نخيرها، نديروا واحد هو المسؤول الاول ونخيروا شق كارتي واحد ونجيبوهم ونديروا جمعيه الانصار وندير لاديسيحهم ونسنيها وتشكل عند الضرب وتروح عند ليارجي ويشوفوا كلش، مش نديروها كيف برك. هاي كيف تتخدم خدمة طريقة قانونية. وش راح نزيدكم اخويا احنا نحبو جي اس ام اس، اي ماشي كي نجيب درك درك احنا نزربو برك، ما كاين والو في السيت لا 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 ما كاين والو، هذا هضره برك. حنا لو فان قال لك هضره نبداو لونطاليزون كرامون نبداو الواحد، حنا ما كاينش السيت لوفيسيال ما كاين. النهار حتى ان شاء الله نكون في الجزائر باش نسمي لا ليسونس تاع بروفيسيونيل، انا راح نسميها بربي ان شاء الله بالحق ان شاء الله نسميها. ونقول لكم حنا كي نجيبو درك الجوال كي نجيبو درك على بالك نجيبوه لوناف نحاسبوه باللوناف، لا ما على بالكمش وما يشري حتى يروح يلبس البارون ولا يلعب، راك تحاسبو من درك. جا اليوم تحاسبو اليوم، سني اليوم لوناف تتحاسب اليوم حتى يفرض العامين تاعو. ماذا بينا ما نسرعوش، حنا لي جوار كاين الحمد لله كاين، ما يقولكش ما كاينش، لجيري واسعه في لي جوار ان شاء الله. كاين لونطرين المدرب درك يشوف كيف يدير خدمتو ونتخدمو مع بعضنا، وما عندناش مناجير ويكذب عليك اللي يقولك مناجير ولا، وحنايا بربي ان شاء الله المدرب هو المسؤول الاول، وانا نعرف نخلص ونديها عند الطبيب. هذا واش كنا راح نقول لكم، انا نعاودو في الكلام. بارك الله فيكم، ماذا بيا هنا لي تقولوا ان شاء الله، الكل تقولوا ان شاء الله، نبداو ان شاء الله، ومن بعد كي تحبوا كي تبدا لا جي اس ام اس تقولوا ماشي ان شاء الله، ديوني الزبزاب ولا ديوني تسحبوا، هذه مسؤوليتكم بعد. وانا نشتيكم ونحبكم وجامي خرجت لواحد العيب، وحنا كي طلعنا قلت لكم سامحوني الا غلط سامحوني ومسامح كريم، وهضرنا على الناس الكل ومرحبا بكم الكل، وهذه داركم وهذه مش 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 جي اس ام اس درك مش في الهوات ولا في ناسيونال دو في الهوات ولا اي في المستقبل الجاي ان شاء الله. نتمنى لها نتمنى لها كوب دافريك نتمنى كوب داراب ونتمنى حوايج بزاف ما جي اس ام اس. وحاجه وحده اللي ما زدتها ان شاء الله انا نقول لكم نيكول لازم نيكول لازم نديرو ليكول والله لازم ان شاء الله. عندي بروجي تاع ليكول هذه طلعتها ان شاء الله، وعندي بروجي تاع ليكول ان شاء الله نديرو. هذا هو واش يسمحوا لي ان شاء الله الوالدين اللي راهم يسمعوا درك وان شاء الله والدراري وكذا يدعيوا لي باش نحكم ليكول هذا ونديرو ونخرجوا منهم دي جوار ان شاء الله احسن جوار في العالم. بالك انا نقول لك جي اس ام اس انا شفتهم في ليكول دوبي ما كاينش، ان شاء الله نزيد يعاون الناس الدولي في الارض اللي رايحين نديرو، وان شاء الله تعاون الشركه اللي تجي هذه نديرو ليكول لولادنا ونخرجوهم ان شاء الله ونعودوا لما دائما قرارهم عليه ولما دائما الفرق الكل بلا نجيبو ما نجيبوش نعاودو نصنعو ونبيعو. هذا واش نطلب الخير تدعيو لي معاكم. بارك الله فيكم وسامحوني وسامحوني خاطر ما خرجتش نهضر معاكم ولا ما عندي والو باش نهضر معاكم، ما عندي والو الحمد لله. واللي قولوا بداو ما داك ونخبي وما مخبيش ما على بالوش واش قاعد ندير خلاص، وما لازمش نوري لك شوف برك بعينك من بعد شوف بعينك واش قاعد ندير.
والحمد لله تقول هذا اللي بغى ما تهضر معليش تقولها في قلبك او خدم مسكين هذا. بارك الله فيك وان شاء الله تشوفوا المستقبل. هذا هو. السلام عليكم.